جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأدعية الموجودة في القرآن الكريم، هل ندعو بها كما هي أم نغير من ألفاظها كصيغتها، مثلا نغير صيغتها من التأنيث إلى التذكير أو من التذكير إلى التأنيث؟ جزاكم الله خيرا. الأدعية الواردة في القرآن يدعى بها، وكذلك الواردة في السنة، وتغيير التغيير اليسير من التذكير إلى التأنيث أو العكس لا بأس به إذا كان هذا يتناسب مع الداعي. أيوة. نعم.